فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدي أولاد آمرهم بالصلاة ولكنهم يتأخرون، وأحيانا يصلون في البيت، يقول: فهل أعذر بذلك؟ لا، اصبر عليهم، لا تروح إلا وهم معك، اصبر عليهم يومين ثلاثة شهر، هم يتعلمون ويتعودون هذا الشيء. أما إذا تساهلت معهم، شافوا منك تساهل وترك، فإنهم سيزيد عليهم الكسل. احزن يا أخي، احزن معهم لو تعبت أول الأمر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.